بيكم في حلقة جديدة من برنامج شيكا اكس جاجو الموسم الثاني. النهاردة قررنا كده ان احنا نحط لكم ليست فيه 10 حاجات لو عملتها هتحس ان انت عايش حياة مستقرة جدا وعايش حياة طيبة جدا وطبيعية جدا وممتعة جدا. ايه بقى ال10 حاجات دول؟ ال10 حاجات دول من وجهة نظرنا يعني، ولكن في كل الاحوال انت تقدر تكتبهم معنا، تقدر تفكر فيهم ايه اللي انا بعمله اوريدي. فانت لو مثلا بتعمل 3 حاجات من ال10 حلو، يبقى انت كده كويس، في بروجرس بيحصل. لو عملت 5 من 10، 7 من 10، في ناس ما بتعملش حاجه خالص. بس الهدف ان احنا نعيش حياه مستقره ما فيهاش الفكر بيعجز الناس وبيخليها ما تعرفش تنام، ما تعرفش تاكل، ما تعرفش تصحى، ما تعرفش تعمل اي حاجه. تحس ان انت حياتك واقفه عند مرحله معينه، ما تتحركش لا لقدام ولا لورا، انت عايش على الهم. فالفكر ده والتفكير الكتير والهم الكتير بيجي من ان انت حياتك مرتبه، عارف انت ما فيهاش فيها اي جديد. فانت لازم انت اللي تخلق التغيير ده عشان تقدر تعيش حياه مستقره، تعيش حياه وانت ذهنك صافي وبتحقق ستيبس حتى لو كانت صغيره، بس بتحقق خطوات بتخليك تتحرك لقدام، سواء في حياتك وفي حياتك العمليه وفي حياتك الاجتماعيه وفي حياتك العاطفيه، في اي نوع حياه انت بتعيشه. تمام؟ ايه بقى ال10 حاجات دول؟ ان انت دايما يبقى عندك الانيشيتيف، ان انت يبقى عندك دايما المبادره ان انت تساعد الناس. مش مهم انت بتساعد مين، المهم ان انت بتساعد، المهم ان انت انسان بتقدم الخير. تمام؟ الحاجه الثانيه ان انت تزكي. الذكاء يا جماعه مهمه جدا من فلوسك، ان انت بتخليك تحس بالناس الثانيه، الناس اللي مش معاها فلوس، الناس اللي مش لاقيه اكل، الناس اللي عندها احتياج دايما. وانت بتعمل ده ما تبصلهاش من الجانب ان انت دي طبعا تعليم ديننا وكل حاجة، بس انت الذكاء عموما بتدي انبساط كده، بتحسسك ان انت حليت مشكلة لحد. فدايما دايما دايما خلي ذكاتك بينك وبين نفسك، وفي نفس الوقت ان انت بتعمل حاجة من باب المساعدة برضو، بس في شكل بقى ديني. دينك بيقول لك كده. تمام؟ كل الأديان بتؤمر بأن أنت تبقى إنسان معطاء يعني، أو بتزكي أو بتدي فلوس أو بتساعد الفقراء أو بتساعد الغلابة أو بتساعد الناس اللي هي عندها مشاكل أو كده. المساعدة كل أنواعها جميلة، بس المساعدة المالية طبعا بتساعد كتير. تمام؟ أن أنت تصفي ذهنك. الحاجة التالتة أن أنت دايما تعمل مديتيشن. المديتيشن ده يا جماعة حاجة رائعة جدا، يعني اختراع، بيفرق جدا في التفكير، بيفرق جدا في طريقه ان انت ازاي بتتناول الحاجه، ازاي بتفكر في الحاجه. يعني انت لما حد يجي يقول لك انا جايب لك مشكله، استيعابك للمشكله، وان انت في ناس بتساعد مثلا، ايه ده انت جايب لي مشكله، انت ازاي بتعمل معايا كده. في ناس تانية بتتبسط، ليه؟ عنده الاستعداد الذهني ان هو يستقبل المشكله ويقدر يحطها قدامه ويشوف الحلول اللي ممكن يحلها عامله ازاي. ف تصفية ذهنك ده من خلال ان انت تعمل تمارين المديتيشن. تمارين المديتيشن دي سهلة جدا، انت لو عملتها كل يوم الصبح قبل ما تنزل الشغل نص ساعة بالظبط هتحل معك مشاكل كتيرة جدا. ومش قصدي ان انت تعمل مديتيشن ان انت تروح المالديف تعمل مديتيشن، انا بعمل مديتيشن في البلكونة، يعني الموضوع بسيط جدا. تمام؟ حاجة الرابعة ان انت تبقى دايما مصحوبك ناس طيبة، يعني اختار الناس النقية، اختار الناس اللي بيور، اختار الناس اللي هي احنا في اللغة الدارجة في الشباب هنا في مصر يقولك ان اختار الناس السالكة. يعني حاول ان انت يبقى اصحابك ناس طيبين، ناس صادقين مع نفسهم وصادقين معاك، لان ده بيفرق جدا معاك وبيفرق جدا في حياتك انت وبيأثر عليك بشكل كبير. تمام؟ خامس حاجة الرياضة. لازم تلعب رياضة. الرياضة يا جماعة مهمة جدا وبتفرق في حياتك النفسية بشكل كبير جدا، تخليك كده مبسوط، تخليك حاسس ان انت كده بتعمل بروجرس في حياتك. سواء بقى بتعمل اي رياضة، بتلعب سباحة، بتلعب بوكسينج، بتلعب جيم، بتلعب بتجري، بتتمشى، واتيفر انت بتعمل ايه. سادس حاجة ان انت تطور ذاتك. يعني ايه تطور ذاتك؟ دايما اشتغل على ان انت تطور من نفسك، السلبيات تعالجها والايجابيات تشتغل عليها وتفوكس عليها وتخليك اكتر كتير. يعني حياة السلبيات تقللها والايجابيات تعززها وتخليها واضحة. تمام؟ اتعلم حاجة. رقم 7، اتعلم حاجة جديدة كل سنة. دايما كل سنة تعدي اتعلم حاجة جديدة هتفيدك بشكل كتير. اصرف فلوسك على التجارب، يعني خلي فلوسك دايما تصرفها على التجارب، ما تخليهاش تتصرف على المقتنيات. تمام؟ اقرا كتير جدا، وعلاقتك مع باباك ومامتك وربنا تبقى اهم حاجه.
go.